Please welcome GlaxoSmithKline Chairman of Vaccines, Moncef Slaoui. أن تكون على رأس أكبر مشروع لتطوير لقاح ضد الفيروس الذي بعثر أوراق كبرية القوى العالمية وشل اقتصاداتها، وعلى رأس أكبر قوة عالمية في الوقت الحالي ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ليس بالأمر الهين. فقد عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم المغربي موسيف سلاوي على رأس ما يسمي بمشروع مانهاتن لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. Have the potential to be the next breakthrough medicines that will change the life of patients. فإنجازات الباحث العلمي وإزارته في كبريات المجلات المتخصصة ساهم في اكتشاف عدة لقاحات، منها لقاح إيبولا. وهو حاصل على دكتوراه في علم الأحياء الجزئية والمناعة من جامعة بلجيكية، ويعتبر أحد أكبر المختصين في اللقاحات الفيروسية على الصعيد الأمريكي والعالمي. وتثمينا وعرفانا للجهود التي بذلها ولا يزال في سبيل تطوير البحث العلمي، فقد أطلق اسمه على أحد أكبر المختبرات الدوائية في الولايات المتحدة الأمريكية. GlaxoSmithKline Chairman of Vaccines, Moncef Slaoui.